طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بلشنا حصتنا الماضية بدرس المجموعات والفترات. اخذنا شيء يعني مجموعة يعني اشياء تحمل صفة مشتركة. اي اشياء تحمل صفة مشتركة، يعني زي ايش حكينا؟ زي مثلا مجموعة اقلام، مجموعة طلاب، مجموعة اعداد، مجموعة اي شيء، ايام الاسبوع تعتبر مجموعة. طيب، المجموعة هاي حكينا مكونة من عناصر. طبعا المجموعة طبعا لازم نرمز لها بحرف كابيتال، يعني مثلا A كابيتال، B كابيتال، F، C، أي رمز، المهم إنه كابيتال. ولما بدنا نرمز للعناصر، العناصر بتكون بحرف سمول، يعني مثلا A عبارة مكون عن A سمول و D سمول و F سمول و جي سمول. طبعا تمام، هاي اتفقنا عليها. وشو اخذنا اللي بعده؟ اخذنا طرق كتابة المجموعة، طريقة سرد العناصر. حكينا انه لما نفرض كل العناصر، هاي طريقة سرد العناصر، وطريقة الصف المميز للمجموعة طبعا، وتعلمنا كيف نكتبهم. اليوم بدنا نراجع شوية شغلات ونبدأ بالفكرة اللي بعدها. طيب، حكينا طبعا حلينا هذا المثال، بس ممكن انه ما حكيت لكم مثال. اي مثال بصفحة 9 حليناه تمام. واخذنا انواع المجموعات، اخذنا بانواع المجموعات. اول اشي المجموعة الخالية، المجموعة الخالية اللي هي رمزنا لها بالرمز هذا مجموعة وما كان فيها اي عنصر، او حكينا فاي. فاي هي عبارة عن رمز للمجموعة الخالية. يا جماعة سامعيني ولا ما في صوت؟ سجى اكتبي لنا سامعيني. طبعا سجى مسموع مسموع. راح مسموع الصوت. طيب تمام، يلا نكمل. طبعا هاي حكينا اسمها المجموعة، مجموعة الخالية. طيب، بس حكينا عن نوع ثاني من المجموعات، هو المجموعة المفردة. المجموعة المفردة هي اللي فيها عنصر واحد فقط، يعني مثلا هاي المجموعة فيها عنصر 5، عنصر واحد، بالتالي هاي المجموعة مفردة. طيب، أخذنا كمان يعني خلينا نحكي هاي أو وجود العناصر أو عدم وجودها. هاي مجموعة خالية ومجموعة مفردة لما يكون عنصر واحد. أخذنا نوع اللي هي المجموعة اللي بتكون 1، 2، 3، 4 مثلا، خلص عندنا عدد محدود من العناصر داخل المجموعة، مش ما لا نهاية، لا، عندنا عدد محدود بقدر أعده. يعني مثلا هون عندي 4 عناصر، هاي المجموعة شو بنسميها؟ المجموعة، مجموعة المنتهية. تغيير. تمام، أخذنا في مجموعة، مثلا لو حكيت لك مجموعة الأعداد الكلية اللي هي شو؟ 0، 1، 2، 3، 4 للما لا نهاية. طيب، هاي مجموعة منتهية ولا غير منتهية؟ منتهية ولا غير منتهية هاي؟ غير منتهية. ممتاز يا بيان، ممتازين. هاي غير منتهية، يعني العناصر فيها ما بقدر أعدهم. تمام، هاي أنواع المجموعات. وبعدين حلينا المثال اللي بعده، هاي مكتوبة بالصفة المميزة للمجموعة، بدنا نكتبها بالطريقة الثانية اللي هي طريقة سرد العناصر. طريقة سرد العناصر حكينا بدنا نكتب المجموعة نفرطها، خلينا نحكي. طيب، خلينا نحلها على جنب. حكينا بي ما بتغير الرمز، أعطاني إياها هون بي، بخليه بي نفسه. طيب، حكى لي إكس بحيث أن إكس أكبر من سالب 3، أكبر من سالب 3. طيب، إكس لأي أعداد تنتمي؟ للزد. الزد شو هم؟ الزد بشكل عام حكينا كل الأعداد من السالب، يعني السوالب، بعدين سالب 3، سالب 2،
سالب واحد صفر واحد اثنين للمالا نهاية. تذكرتوها، هم مجموعتين المطلوب منا، مجموعة الأعداد الكلية تمام والزد. الزد هاي والأعداد الكلية W اللي هي من صفر بتبدأ، واحد اثنين ثلاث للمعنى النهاية. هاي المجموعتين فقط المطلوبين منا. وأنا شرحت لكم طبعا الـ N اللي هي الأعداد الطبيعية تمام، اللي هي الـ N حكينا نفس الـ W بس بدون الصفر. يعني الـ N تبدأ من واحد اثنين ثلاث أربعة للمعنى النهاية. طيب متذكرين لهون؟ تمام. خلينا نشوف الـ P. حكينا X بحيث أنه X أكبر من سالب ثلاث وX تنتمي للـ Z. طيب يعني سالب ثلاث داخلة معنا ولا مو داخلة؟ جاوبوني، داخلة ولا مو داخلة؟ بالضبط. ليش لا؟ ليش مش داخلة؟ هي مش داخلة معنا سالب ثلاث. الدرس الأول آية كامل. بالضبط يا شباب ويا صبايا، ما عندي هون إشارة مساواة. انتبهوا، X أكبر من سالب ثلاث، ما في عندي أكبر أو يساوي. فبالتالي إحنا بنبدأ من وين؟ من السالب اثنين وبنطلع طلوع. يعني P من السالب اثنين، طبعاً السالب اثنين أكبر من السالب ثلاث، إحنا بدنا الـ X أكبر، بدنا نبلش سالب اثنين الأكبر منها سالب واحد، بعدين صفر، بعدين واحد، بعدين اثنين للما لا نهاية. طيب هاي المجموعة منتهية ولا غير منتهية؟ لولو عارف السؤال قبل ما أسأله. الجماعة غير منتهية صح؟ ممتازين، غير منتهية. عندنا هاي هذول الثلاث نقاط أو الأربع نقاط، هاي عبارة عن إنه بدنا نضلنا نعد للما لا نهاية. طيب نشوف الصفحة اللي بعدها. طب أشوف عندكم سؤال قبل ما نكمل، هاي لسه مراجعة للحصة الماضية. إحنا دانيا لساتنا بالدرس الأول، لسه ما خلصناه، اليوم بدنا نخلص إن شاء الله. يلا كل شيء تمام، يلا خلينا نكمل. طبعا هذول الأمثلة نفس اللي حليناهم، هي تحقق من فهمي هذا ما حليناه. خلينا نشوفه سؤال سؤال. طيب نشوف فرع A أول إشي نحله. بحكي لنا P بحيث أن P بحيث أن X عفوا هي المجموعة P تمام، العناصر اللي فيها X تمام، بحيث أن هاي بنقرأ بحيث أن X أكبر من عشرة. X أكبر من عشرة، وX لشو تنتمي؟ لل W. ال W إيش هم؟ الأعداد الكلية، خلاص عرفناهم. يعني P يساوي، طيب X أكبر من عشرة، طيب شو العدد الكلي اللي بعد العشرة؟ احكولي شو العدد الكلي اللي بعد العشرة؟ 11 11 11. ممتازين. طيب 11 هاي بدأنا من 11، بعديه 12، بعديه 13. طيب نضل ماشيين؟ لأنه هو حكالي أكبر من 10، ما حكالي لوين أوقف، وبالتالي بظلني ماشي للما لا نهاية. هاي منتهية ولا غير منتهية؟ غير منتهية، ممتازين. هاي غير منتهية. طيب نشوف الفرع الثاني بي. هاي فرع B. طيب حكالي O هي عبارة عن X بحيث أنه X يساوي 2K. هاي 2 الأعداد الشو 2K، حضرت فيها أول حصة 2K الأعداد الأعداد الزوجية. شو رأيك بقول على الزوجية؟ طيب مضاعفات العدد اثنين اللي هي ايش؟
مضاعفات عدد 2 اللي هي الأعداد الزوجية نفسها. بالضبط، الأعداد الزوجية حكينا، خلينا عجل بنحكيها، x يساوي 2k، هاي الأعداد الزوجية. حكينا الأعداد الفردية اللي هي عبارة عن x يساوي 2k زائد 1، ذكرتوها؟ طيب الأعداد الزوجية وx تنتمي وk تنتمي للزد، يعني خلينا نعوض، هي O نفس رمز المجموعة. طيب K تنتمي للزد، يعني الزد حكينا كل الأعداد السالبة والصفر للموجبة للما لا نهاية. يعني خلينا نحكي هاي، خليني أوضح لكم إياها، زد يساوي حكينا نمشي سالب 2 سالب 1 0 1 2 للما لا نهاية، تمام، هاي الزد. طيب خلينا نعوض، حكينا لي x يساوي 2k، تمام؟ x يساوي 2k. طيب خلينا نعوض مثلا السالب 2، سالب 2 في 2 4، بس سالب، يعني سالب 4، هاي عندي سالب 4. اللي بعده خلينا السالب 1، سالب 1 ضرب 2 سالب 2. طيب 0 0 ضرب 2 0، بعدين راح يكون 2 4 6، نمشي أعداد زوجية للما لا نهاية طبعا. وأقل من السالب 2 شو راح يكون؟ سالب 3 سالب 4 برضو للما لا نهاية، راح تكون هون عندي سالب 6 سالب 8 لا سالب ما لا نهاية طبعا. طيب عندكم سؤال على هاي الموضوع؟ عبد الله بيسألنا ليش حطيت زائد 1، ليش حطيت 1 أستاذ؟ ليش مش فاهم عليك، وين الواحد الأولى؟ شو ركزي معنا يا دانيال، الأولى حليناها. طيب الواحد هون قصدك يا عبد الله، هون زائد 1 هاي للأعداد الفردية، حكينا أي عدد زوجي نضيف له 1 تمام بصير عدد فردي. أعطيني أي عدد زوجي بالدنيا، 8 زيد له 1 بصير 9 عدد فردي، عرفت علي؟ عشان هيك زدنا له 1، وهذا التعبير بنستخدمه للتعبير عن الأعداد الفردية، وهذا التعبير بنستخدمه للتعبير عن الأعداد الزوجية. مين مش فاهم؟ كمال، كمال ركز معنا يا كمال، بتفهم ايش اللي مو فاهمه؟ صحيح يا ميراد، شاطرة. طيب خلينا نحل الفرع اللي بعده، فرع سي شو بحكي لنا؟ بحكي لنا دي اكس بحيث انه نص اكس زائد 10 يساوي صفر، حكينا هاي معادلة، المعادلة شو بنعمل فيها؟ بدنا نحلها، وين نحلها؟ على جنب. طيب هاي المعادلة بحكي لي نص اكس زائد 10 يساوي صفر. طيب كيف نحل هاي المعادلة؟ اول شيء بدنا نخلص من اللي بعيد عن اكس، شو اللي بعيد عنه؟ موجب 10، شو عكسها؟ ناقص 10، واي شيء بنعمل على الجهة اليسار بنعمل على الجهة اليمين، ناقص 10 بتروح موجب 10 مع السالب 10، بصير عندي نص اكس زائد صفر ما نكتبها طبعا يساوي صفر ناقص 10 سالب 10. طيب هسا بدي اشوف النص كيف كنت تخلصوا منها، شو عكس النص او شو مقلوب النص؟ طيب ممتازين 100%، كثير منكم جاوب صح، النص مقلوبها 2 على 1، يعني بنضرب ب 2 وبنضرب ب 2، طبعا الاثنين مع النص بتروح واحدة بالبسط واحدة بالمقام. طيب ضل عندي اكس لحالها يساوي سالب 10 ضرب 2، حكينا 10 ضرب 2 20 والسالب بنزل، بيطلع عندي الجواب اكس يساوي سالب 20. طيب يعني هاي جوابها عبارة عن
عنصر واحد اللي هي سالب 20. طيب هاي المجموعة شو نقدر نصنفها؟ مفردة صح؟ مفردة. شو كمان؟ شو كمان غير مفردة؟ منتهية بالضبط. رائعين رائعين. هاي مفردة بحكي لها بقدر أحكي عنها منتهية. ليش منتهية؟ لأني بقدر أعد العناصر اللي فيها، عنصر واحد بالتالي عديته. طيب نكمل السؤال اللي بعده. دي عندنا دي حكالي إكس بحيث إنه إكس أقل من صفر وإكس تنتمي للأعداد الكلية. طب شو الأعداد الكلية حكينا؟ صفر، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، لما لا نهاية. طيب حكالي إكس أقل من صفر، هل في عندي عدد كلي أقل من صفر؟ هذا السؤال بدي أسأله حالي. بالضبط، لا، ما عندنا عدد كلي أقل من صفر، فبالتالي هاي المجموعة فيها عناصر. السالب واحد يا كمال مو عدد كلي، الأعداد الكلية بتبدأ من الصفر واطلع، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. بالضبط، رائعين، ما في عندي، فبالتالي هاي المجموعة ما فيها عناصر، فبالتالي هاي المجموعة خالية. خالية شو يعني؟ نكتب هذا الرمز، رمز المجموعة، ما في إشي، أو نكتب فاي. تمام؟ طيب نمسح نشوف الفرع اي، هذا الفرع اي. طيب حكى لي تي رمز المجموعة. طيب اكس بحيث انه اكس يساوي كي تربيع، بحيث انه الكي تنتمي لل دبليو. طيب نرجع نتذكر الدبليو اللي هم الصفر، واحد، اثنين، ثلاث، اربعة، لما النهاية. طيب قال اكس يساوي كي تربيع، بس الكي اقل من خمسة، يعني بده لعندي الخمسة اوقف. طيب هاي اكتب للخمسة ونوقف. طيب اكس يساوي كي تربيع، صفر نبلش باول عنصر، صفر، صفر تربيع كم؟ صفر. طيب نبدأ الواحد، واحد تربيع، واحد، اثنين تربيع، اربعة، ثلاثة تربيع، تسعة، أربعة تربيع، 16، خمسة تربيع، 25. طيب أوقف، ليش وقفنا؟ لأنه هو حكى لي كي أقل من خمسة. هون إحنا وقعنا بغلط، كي أقل من خمسة، يعني لو بدي أوقف ما عند وين؟ عند الأربعة، ممتازين، عند الأربعة، يعني لازم لعند الأربعة خلاص استوب هون 16 وخلاص. هاي المجموعة عندنا واضحة. هيك خلصنا، تحقق من فهمي صفحة 11. هاي المجموعة طبعا منتهية بالضبط، بس بقدر أصنف أنه منتهية. سأعيد آخر نقطة. طيب حكالي هون عندنا، خلينا نعيدها، حكالي K تنتمي للW، حكينا الW هي الأعداد 0، 1، 2، 3، 4 للما لا نهاية، بس هو حكالي K أقل من 5، أقل من 5 اللي هو الأربعة، فبالتالي بدي أوقف عند الأربعة، يعني هون خلاص ستوب. تمام؟ طيب بما إنه وقفنا هون صار عندي T، نفس رمز المجموعة اللي استخدمه هو، T يساوي، نفتح رمز المجموعة. طيب X يساوي K تربيع، طيب الأول تربيع، يعني الأول تربيع، صفر تربيع صفر، واحد تربيع واحد، اثنين تربيع أربعة، تربيع طبعا اللي ما بيعرف اثنين يعني العنصر بنفسه، يعني لما أحكي لك اثنين تربيع يعني اثنين ضرب اثنين، ثلاثة تربيع يعني ثلاثة ضرب ثلاثة اللي هو تسعة، أربعة تربيع، أربعة ضرب أربعة 16، فبالتالي بوقف لأنه حكالي كي أقل من 5. تمام؟
في حدا عنده سؤال؟ أستاذ بسام، في واحد عم بيسأل ليه ما وقفنا عن تنين؟ ليش ما وقفنا عن تنين؟ لأنه هو حكى لي حده الخمسة، يعني بدنا ك تكون أقل من خمسة، فبالتالي شو العنصر اللي أقل من خمسة؟ هون بيجي الخمسة. شو العنصر اللي قبله؟ العنصر اللي قبله بيجي أربعة. عرفت؟ طيب ممتازين، لحد هسه كل شيء سهل. محضر لكم كم سؤال هسه عشان تسلوا فيهم. طيب حكينا لما تكون زي هيك معادلة لازم نحلها، صح؟ اسأل يا محمد، اسأل سؤالك. طيب لما يكون عندنا معادلة لازم نحلها عشان يطلع معنا جواب ونكتبه بهاي الصورة، تمام؟ طيب شو رأيكم أنا أعطيكم العكس؟ أعطيكم بطريقة سلب العناصر تكتب لي إياها بالصفة المميزة. طيب يلا بدي أعطيك سؤال. كان لنا جي يساوي ثلاث، هاي طريقة سرد العناصر، بدي إياها بالطريقة الثانية اللي هي طريقة الصفة المميزة. محمد إذا مش على هذا الموضوع خليها لآخر الحصة، رح نأخذ أسئلة. تمام، اكتبوا لي هاي طريقة سرد العناصر، طريقة سرد العناصر كيف بدي اكتبها؟ جي يساوي، افتح همزة المجموعة. جماعة يلا بدي اخذ، اذا بدنا نفتح مايكات هسه. طيب خلينا نفتح مايكات. طيب لينا، مهند سكر المايك عندك. طيب لينا، مين في عنا؟ زيد، زيد معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا محمد؟ سلام. طيب هاي عنا جي الطريقة سرد العناصر، صح؟ معي يا محمد؟ طيب محمد يمكن عنده ناس. سلطان، خلينا نشوف سلطان. هلا، كيفك يا سلطان؟ يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك يا رب. طيب عندنا جي اعطيتك اياها طريقه سرد العناصر، صح؟ يا استاذ. هاي مجموعه شو بنصنفها، مفرده ولا ولا مفردة. ما فيها ولا مفرده، صح؟ أكيد. مفرده. طيب كيف بدي اكتبها بطريقه الصفه المميزه؟ بطريقه الصفه المميزه؟ ثلاثة كي يا استاذ. اكيد ثلاثة كي. يا استاذ. طيب على فكره هاي لها كثير حلول، بدي اشوف انا انت شو بتعطوني حلول. طيب شو اكتب؟ اعطيني، نقل لي شو اكتب. 3 كي. 3 كي هيك اكتب. ايوه فاصلة. طيب كي تنتمي الى دبليو، الاعداد الكلية. تمام. هسه هيك يا استاذ بنسكر المجموعة. نسكر المجموعة. ايش اسمك انت؟ سلطان. سلطان، هاي حل سلطان، خلينا نشوف حل حدا ثاني. طيب مين في عنا حدا رافع ايده؟ طيب في عنا لما. لما معنا؟ طيب لما مش معنا. في عنا بيان.
معنا بيان. طيب معنا دانيا. ألو، كيفك؟ عارفين أنا اسمك دانيا. دانيا، اسمك دانيا أكيد. طيب دانيا، هاي المجموعة مجموعة مفردة حكينا، بدنا نكتبها بطريقة الصفر المميزة. كيف ممكن نكتبها؟ بفتح القوس اكس تمام. اكس تساوي 3 اكس والاكس تمانية بحيث ان اكس يساوي 3، والاكس تنتمي للدبليو. الاكس تنتمي للدبليو. طيب هاي حل من دانيا. طيب خلينا نشوف حل ثاني. شكرا يا دانيا. مين في عندنا حدا؟ يامن. يامن معنا؟ أستاذ، أهلا يا سلطان. بس عن إذنك أنا إكس من حيث إكس والله نسيت يا أستاذ. معليش معليش، ما في مشكلة يا سلطان، إحنا بدنا نتناقش بالأجوبة. كلنا بنغلط، كلنا بنغلط عادي، إحنا بدنا نتناقش بأجوبتنا. تمام. طيب طيب أستاذ مين بيحكي؟ أستاذ دانيا. أيوة، هلأ أنا حكيت إكس تساوي 3K. 3K. تمام، ما نضيف لك إياها 3K، مش مشكلة. طيب مين عندنا؟ عندنا ميرال. أستاذ إلا أنا أول حصة ومش فاهم كثير. أنا أركز معنا، هينا من عيد اللي أخذنا. طيب ريما. مرحبا أستاذ. مرحبا أستاذ. أهلا يا ريما. في عندنا نفتح الإشقاق. أستاذ. ماشي. نحط إكس حيث. إكس بحيث أن. إكس تساوي 3. إكس يساوي 3. جي بتنتمي للدبليو. إيش هي اللي بتنتمي للدبليو؟ جي. جي تنتمي للدبليو، هيك أكتب. طيب هذا حل من مين؟ إيش اسمك؟ لينا. لينا. طيب يا جماعة خلينا نحكي، شو رأيكم بأول حل؟ حل سلطان. طب هل سلطان بحكي لنا؟ طيب مين بده يحكي؟ استاذ ريما. ريما كنا بدي اخذ حلك. يلا جي يساوي اكس حيث ان 3 اكس ناقص 1 تساوي 0. طيب بس انت رائعة، بس يعني حل هاي المعادلة بيطلع 3؟ طيب يا جماعة أقرب حل طبعا وأفضل حل اللي هو حل ريما، مع إنه ناقصه شوي. طيب حل سلطان بحكي لنا 3 كي حيث كي تنتمي للدبليو. أول إشي سلطان نسي الإكس بحيث أن إكس يساوي 3 كي وكي تنتمي للدبليو. طيب خلينا نشوف 3 كي بحيث كي تنتمي للدبليو. أول عنصر شو راح يكون عندنا؟ كي تنتمي للدبليو، الدبليو اللي هي 0 1 2 لما لا نهايه. بنعوض الصفر، 3 بصفر 0 راح تطلع 0، بعدين راح يطلع عندي 3، بعدين راح يطلع عندي 6، بعدين 9، بعدين لما لا نهايه. هل هاي المجموعه نفس اللي بدي اياها؟ لا، انا بس بدي العنصر 3. طيب فبالتالي حل سلطان غلط. طيب طبعا عادي كلنا بنغلط، بس احنا بدنا نتناقش بالحلول. طيب حل دانيا. دانيا بتحكي لنا 3 كي واكس تنتمي للدبليو. طيب اول شيء لازم تحكيتي كي تنتمي للدبليو مش اكس، بصير نفس حل سلطان، بصير عندي 0 3 6 9 للما لا نهايه، وهاي طبعا مش اللي بدي اياها المجموعه.
هاي مضاعفات الثلاث، لما احكي لك مضاعفات الثلاث تكتبي لي زي هيك. بس استاذ دعان اذنك بدي اقاطعك. تفضل يا سلطان. هو يعني حل اقرب شيء يعني بالنسبه لك ايه؟ سلطان انت كتبت لي مضاعفات الثلاث، لما احكي لك مضاعفات الثلاث تكتب لي هاي هيك انت ممتاز. هيك 100% صح هلك. بس انا لما بدي انا ما كتبت اكس من حيث اكس. عادي عادي حتى لو نسيتها انا ما حسبتك عليها، حسبتك على مبدا الحال. انا بدي بس ثلاث يطلع معي، بدي عنصر وحيد فقط. تمام عايش فهمت عليك. طيب لينا بتحكي لنا اكس بحيث ان اكس يساوي سلام ما طيح لك ميوت. طيب شكرا انك نبهتني. طيب لينا حكت لنا اكس بحيث ان اكس يساوي 3 وجي تنتمي للدبليو. طبعا جي تنتمي للدبليو هاي خطا، ما بصير اكتبها زي هيك، هاي جي عنصر المجموعه. طيب لما حكت لو نوقف لهون اكس بحيث اكس يساوي 3 شو رايكم صح ولا لا؟ صح، هاي جي يساوي 3 بس، بس عندي عنصر وحيد فقط، فبالتالي صح 100%. طيب ريما كيف فكرت؟ فكرت انه مش لما يكون عندي معادلة بطلع حلها حل وحيد، بطلع حل وحيد. شاهد اعملي ميوت. طيب مش لما يكون عندي معادلة خطية بطلع عندي حل وحيد، فبالتالي انا عندي حل وحيد، ليش ما اشوف المعادلة اصلا شو كانت؟ طيب بدي معادلة حلها يكون 3 بس، رقم 3. طب شو المعادلة اللي حلها 3؟ لو نحل هاي المعادلة 3x ناقص 1 يساوي 0 راح تكون زائد 1 زائد 1، 3x يساوي 1، x يساوي 1 على 3. هاي المعادلة مش حلها 3، حلها 1 على 3، وبالتالي بدي أفكر بمعادلة ثانية حلها يكون 3. لو حكيت لك x ناقص 3 يساوي 0 هاي شو حلها المعادلة؟ حلها 3 بس، منضيف 3 للجهتين بطلع عندي x يساوي 3. يعني لو عدلنا شوي على الحل وحطينا بدل هاي المعادلة، المعادلة هاي هون، راح يكون الحل 100% صح. عرفتوا؟ طيب خلينا ناخذ اسئلتكم نشوف اذا حدا ما فهم او يشوف. دانيا تفضل يا دانيا. استاذ لو حكيت اكس حيث ان اكس تساوي 3 بدون ك بيطلع الحل صح؟ لو حكينا زي هذا الحل اكس بحيث انه اكس يساوي 3 هذا الحل صح، والاكس تنتمي للدبليو بدون الجي، بدون تنتمي للدبليو، بدون تنتمي للدبليو. انت حكيتي بس عنصر واحد اكس بس اللي هو الثلاث، وبالتالي ما في داعي نكتب انه زي. كيف المعادله؟ المعادله بنحكي انه اكس تنتمي لشيء؟ لا صح؟ لما بدك حل معادله ما بنكتب حيث اكس تنتمي لاي مجموعه اعداد، هاي نفس الشيء، هاي عباره عن معادله بس انت محلوله جاهزه. طيب خلينا نشوف مين عنده سؤال ثاني. في مساله جديده ممكن احكيها، احكي يا نور او احكي. هلا استاذ هالي المساله حطيتها قريبه على الاخرينيه اللي انت حليتها هلا. شو الحل طلع معك؟ هي جي تساوي جي اكس حيث اكس هاي ايون اكس حيث 3x 3x هيك ناقص 9 ناقص 9 يساوي 0. رائعه، ممتازه ممتازه ممتازه. هاي أعطتنا نور حل ثاني لمعادلة راح يكون حلها هاي المعادلة، ونحلها 3x ناقص 9 يساوي 0 راح تكون زائد 9 زائد 9 راح تكون 3x يساوي 9. لما نقسمها 3 نقسمها 3 راح يطلع عندي الجواب x يساوي 3، فبالتالي هذا الحل كمان صحيح 100%. تقدروا تعطوني أي معادلة يكون حلها 3 بيكون الجواب صحيح. أناس بدك تحكي إشي؟ يسعد. عشان أنت كيف لما طلعت خليت التلات شو اسمه تتقسم على 9؟
أنا ما خليت التسعة تتقسم على تسعة، خليت التسعة تتقسم على ثلاث. هنا تحكي عن هاي المسألة. طيب إحنا أول شيء خلصنا من اللي بعيد عن X اللي هو السالب تسعة، عكس السالب تسعة زائد تسعة، جمعنا تسعة للطرفين يظل عندي ثلاثة X يساوي تسعة. ثلاثة X هاي عبارة عن ثلاث ضرب X، ثلاثة ضرب X شو عكس الضرب؟ قسمة. فبالتالي قسمت الطرفين على ثلاث وطلع معي تسعة على ثلاث اللي هو ثلاث. عرفت؟ طيب ممتاز. مين عنده سؤال؟ ثواني. أيوة شرعي. اللي عنده سؤال يحكي لي على الكومنتات. ما فهمت آخر فكرة. طيب آخر فكرة هي عبارة عن إنه نحط معادلة، تمام؟ معادلة يكون حلها ثلاث. فبالتالي عندي x ناقص 3 يساوي 0، هاي حل المعادلة x يساوي 3. تمام؟ طيب مين عنده سؤال؟ في عندنا محمد، محمد فتحي، اسألنا يا محمد. أهلا يا محمد. صفحة 15 سؤال 14 هذا مش فاهم أنا. صفحة 15، وصلنا صفحة 15. هو سؤال مش فاهمه، حاب افهمه. حاضر ولا يهمك، بفهمك اياه اليوم، خليك معنا لاخر اللايف بتكون بنكون حلينا. ماشي؟ خلاص ماشي. يلا بستنى. مين عنده سؤال ثاني؟ طب استاذ في عندنا لينا عندها سؤال، ارفع ايدك. في عندنا لينا عندها سؤال. استاذ علينا شو سؤالك؟ هسه انا امبارح وانا قاعد بدرس فاجاني السؤال انه هسه لما نحول سرد العناصر الى صفر مميزه، تمام، لما نيجي نكتب الصفر المميز فكيف نعرف انه هذا العديد اكبر العدد اصغر ولا اكبر؟ اصغر او اكبر من ايش يعني؟ اعطيني مثال. هسه مثلا انت اعطيتنا قبل شوي حل سرد العناصر نحوله الى صفر مميزه. بالضبط. كيف نعرف انه مثلا اكس، هسه احنا عرفنا انه اكس تساوي 3، هسه كيف نعرف انه مثلا انه اذا اكبر او اصغر؟ هسه هاله معطيك عنصر واحد، ماشي، بدنا ندور على معادله يكون حلها هذا العنصر. يعني لما حكيت لك جي يساوي مثلا 5 بس، بدنا شو المعادله اللي حلها 5؟ مثلا ابسط معادله اكس ناقص 5 يساوي 0، هاي حلها 5. فبالتالي نحكي جي يساوي اكس بحيث ان اكس ناقص 5 يساوي 0، بدون ما اكتب اكبر واصغر. عبد الله اطفي المايك. عبد الله اطفي المايك عندك. تمام يا لينا، بدون ما نكتب اكبر واصغر. الله يعافيكي. طيب اعطيك سؤال ثاني نفسه عشان تثبت الفكره. لو حكينا اف يساوي كتب لكم 12 و13. جاهز؟ اللي فاتح المايك يسكره، بلاش نسكره على الكل هسه وما ناخذ اتصال. تمام، هاي بطريقه سرد العناصر، بدي اياها بطريقة الصفة المميزة للمجموعة. شو بدي اكتب؟ f يساوي هاي x بحيث ان، هاي لازم نكتبها دائما، x بحيث ان. طيب يسرى، سبصير اكتبها في الصفة المميزة؟ سلطان احنا بدنا اياها نكتبها في الصفة المميزة اصلا، انا بدي اياك تكتبها في الصفة المميزة. طيب دانا، أستاذ أنت في التجديد بس ممكن ترجع تشرح السريع؟ طيب تبعي معنا يا دانا، هو نفس الأفكار بتنعاد. تمام تمام؟ أوكي. طيب في عنا مين رفع إيده؟
تبع مين عارف يكتب لي، انا بعرف بالكومنتات. مرحبا استاذ. اهلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك استاذ. انا هسه دخلت على الحصه مش فاهم اشي. طيب خليك نتبع معنا، ودائما ادخل تبع على الموعد تمام، عشان ما يروح عليك اشي من اول الحصه. طيب تمام، هسه بنأكد على الموعد خلال الحصه. تمام تمام. طيب استاذ في عندنا عبد الله بن يونس، ما حد يحكي بدون ما احكي له. عبد الله بن يونس بحكي لنا، انا بعرف وينك يا عبد الله. وينك يا عبد الله؟ طيب عبد الله مش معنا. اهلا يا عبد الله. عبد الله مش معنا. طيب في عنا يوسف. يوسف في عنا نور. نور كتكوت. أستاذ أحل. حلي يا نور. هلا إكس تساوي كي. أحكي إكس يساوي كي هيك. طيب فاصلة. تمام. كي ينتمي للدبليو. تمام. فاصلة. تمام. 11 أصغر من كي. تمام. أكبر من كي. و14 أكبر من كي. يعني هيك 14. أنا قلت أصبط صح. نمسك الخاص يا جماعة. شو رأيكم بس تكوني صح ولا غلط؟ ما راح اقدر اخذ حلولكم كلكم. مين فتح المايك عنده؟ يسكروا. ريما سكر المايك. تمام. طيب يا جماعه انا مش راح اقدر اخذ كل الحلول. ماشي خلينا نحلها بسرعه. طيب نور بتحكي لنا، نور بتحكي لنا اكس يساوي كي بحيث انه كي تنتمي للدبليو. ماشي. اوكي بين ال11 وال14. طيب حكت لنا انه ال11 مش داخله. شو العدد اللي بعد ال11 بالدبليو؟ 12. طيب يعني اف يساوي هاي 12. طيب شو العدد اللي بعده؟ 13. طيب بناخذ ال14؟ لا. ليش ما بناخذ؟ لانه ما في مساواه. فبالتالي نوقف عند ال13، هيك بيكون الحل 100% صحيح. تمام يا جماعة. المشكلة يعني بعطيكم شوي شغلات صعبة، بس يعني عشان توسعوا أفكاركم. تمام، ما بدنا زي الكتاب كل شيء حرفي من الكتاب. هاي اللي ما فهمها يعني أو اللي كتير مستصعبها مش مشكلة، بس لازم تحاولوا. اسأل يا كامل، اسأل سؤال. في عندي جواب محمد. طيب محمد عندي جواب ثاني، خلينا نشوف جوابه. محمد احكي لنا جوابك الثاني. محمد ايوه كيفك يا محمد؟ الحمد لله. خذ. طيب ايش جوابك الثاني؟ انت حكيت لي عندك جواب ثاني. الفعل ضعيف يعني. اف تساوي الو اف تساوي. تمام اكس شحطه هاي مش اسمها اكس بحيث ان اكس شحطه. تمام ايوه
اكس ناقص 12 يساوي صفر. يساوي صفر. تمام. فاصلة. اكس ناقص 13 برضو يساوي صفر. 13 يساوي صفر. تمام. اسكر القوس. شو رأيكم يا جماعة؟ صراحة أنا شايفه حل رائع. حل رائع. كثير حل رائع. ليش؟ ليش غلط؟ صح 100%. طيب أول معادلة شو حلها؟ X يساوي 12. ثاني معادلة شو حلها؟ X يساوي 13. فبالتالي F طلع عنا 12 وشو كمان؟ و13. والله إنك ممتاز يا محمد. رائع. شفتوا كيف؟ كل واحد بيطلع لي حل شكل. ممكن حدا يطلع لي كمان حل عادي. قيس ركز معنا. بدي أسأل سؤال. كامل اسأل. كامل اسأل. افتح المايك. أنا سامح لك. مرحبا. كيفك أستاذ؟ أهلا أهلا. إيش اسمك؟ يارا. يارا. اسأليني يارا. بدي أسألك أستاذ. مثلا في سرد العناصر أنا جي يساوي 4. جي يساوي بس 4. بس. طيب. حطينا جي يساوي. الحل. هاي طريقة سرد العناصر طبعا. بدنا نحلها على الصفة المميزة. جي يساوي. يساوي. قوس اكس بحي ان. تمام. اكس سالب 4. اكس ناقص 4. ناقص 4 يساوي 0. نسكر القوس. تمام. هيك صح الحل صح؟ صح 100%. ليش صح؟ مثلا هاي المعادلة حلها 4 وهي عندي 4 بس. بس هاي الطريقة لكل يعني اكثر من مسألة استخدمناها بكل الحل صح؟ اذا بهاي اذا نفس المساله هاي طريقه سرد العناصر للصفه المميزه اكيد صح 100%. يعني دائما نستخدم هاي الطريقه. طبعا. هاي محمد استخدمها كمان على عنصرين مش على عنصر واحد. رائع ممتاز. تمام يلا شو نكمل اللي بعده. طيب نحكي عن المتباينات هسه. المتباينات الخطيه احنا بنعرف كيف نحلها، أخذناها بصف سابع يمكن، اللي هي لو أحكي لك 3x. سكروا المايكات هسه ما حد يحكي. طيب لو نحكي 3x أقل من 9 كيف حكينا بنحل هاي المتباينة؟ حل المتباينة بتعتبرها كمعادلة. كيف يعني كمعادلة؟ الأكبر والأصغر هاي تعتبرها زي كأنها مساواة، يعني هذا الطرف اليمين وهذا الطرف اليسار. طيب عندنا 3x بنخلي الاكس لحالها، هذا هو الهدف. جماعه البريك على 6 الا 5 5 دقائق بس. طيب 3x بنخلي الاكس لحالها، الاكس معها 3 نقسم على 3 ونقسم على 3. طيب بتصير ان الاكس اقل من 3. هيك حل المتباينه. تمام اكس اصغر من 3. طيب شو هون بدنا ناخذ؟ بدنا ناخذ مبدئيا حل المتباينات. ماشي. بدنا نتعلم كيف نكتب هاي على طريقة الصفة المميزة، كثير سهلة. طيب لو نشوف أول مثال عندنا. أول مثال بحكي لنا 5x ناقص 8 أكبر من 12. طيب هاي كيف بدنا نحلها؟ أول إشي بنخلص من البعيد عن x. شو اللي بعيد عن x؟ اللي هو سالب 8. شو عكسها؟ زائد 8 زائد 8. طيب بتروح النقص 8 مع الزائد 8 يظل عندي 5x أكبر من 12 زائد 8 20. هسا الx معها 5 فبالتالي على 5 على 5 على 5 يعني x بتضل لحالها أكبر من 20 على 5 اللي هي 4. اكس اكبر من 4. تمام تمام. طيب كيف كنا نكتب المعادله؟ كيف حلها؟ اكس بحيث ان نكتب المعادله.
هون نفس الإشي. خلاص نكتب X بحيث أن X أكبر من 4. خلاص هيك كتبناها بالصفة المميزة. شايفين ما أبسطها؟ بس لزيادة X بحيث أن ورمز المجموعة. لا هذا مش مراجعة، هاي المادة. بلشنا بالمادة. طيب ممتاز يوسف، قبل شوي انت ما كنت فاهم، هسه بتحكي لي سهل هيك، انت طمنتني. ماشي طيب نكمل. كم الساعة هسه؟ طيب نحل سؤال فيها. طيب لو حكينا 3x ناقص 4 أكبر أو يساوي 6x زائد 11. طيب بعد البريك راح نحل هاي المسألة. تمام طيب البريك، هاي بريك حتى الساعة 6:05 6:05 تمام؟ وبناخذ اسئلتكم طبعا. هذا السؤال صفحة 12 اللي بسأله. نحل هاي بسرعة. أول إشي طبعا حل المتباينة، بدنا نخلي الإكسات على جهة ماشي؟ والأرقام على جهة. كيف؟ طيب ممكن أنقل الإكسات على اليسار، ممكن أنقل الإكسات على اليمين ماشي؟ طيب خلينا نودي 3X على الجهة الثانية. كيف بدي أوديها؟ بنقص 3X. يلا جماعة نركز. خلاص ستك مريضة سلامتها، هسه بدنا نركز هالرياضيات. طيب ناقص 3X على اليسار ناقص 3X على اليمين. ثانية طيب خلينا نكمل يا جماعة. ناقص 3X ناقص 3X. طيب 3X مع ناقص 3X بتروح، بضل عندي سالب 4. دير بالكم السالب، هاي سالب 4 أكبر أو تساوي 6X ناقص 3X. 6 ناقص 3 3 6 3X زائد 11. طيب هسه ظل عندي 11 بدي اخلص منها. 11 شو عكس زائد 11؟ ناقص 11 ناقص 11. سالب 4 ناقص 11 ناقص 15 اكبر او تساوي 3x. طيب الاكس بدي اخليها لحالها، شو لازم اعمل؟ لازم اقسم على 3 اقسم على 3 تطلع عندي هاي، بضل عندي x أقل أو يساوي 15 على 3 5 والسالب سالب 5. يعني لما بدنا نقرأها من على اليسار نكتب سالب 5 أكبر أو يساوي X، بس دائما القراءة لما بدنا نقرأ متباينة نقرأها من عند X، نحكي X أقل أو تساوي سالب 5. يعني أكتبها زي هيك، X أقل أو تساوي سالب 5. تمام سهلة. طيب كيف بدي اكتبها بالصفة المميزة؟ بكل سهولة، بس بكتب X بحيث أن المتباينة طلعت معنا X أقل أو يساوي سالب 5. مفهومة؟ مفهومة؟ مش شايف الكومنتات. طيب ممتازين. طيب خلينا نشوف أتحقق من فهمي. نتحقق من فهمكم. اللي حكى لي فاهم هسه وينه؟ وين اللي حكى لي فاهم يحل معي؟ عبد الله بني يونس بده يحل. يلا يا عبد الله افتح معي. ليش ما حطينا X تنتقل إلى Z بالمتباينات؟ بالمتباينات يا شامة منحط X تنتقل إلى Z. يجب أنا عبد الله.
مين سكر معي؟ عبد الله؟ أنا أستاذ، أنا بنت عم. طيب إيش اسمك؟ دانا. طيب يا دانا، فرق إيه؟ كيف بدنا نحلها؟ يلا أول خطوة، شو بدنا نعمل؟ اثنين إكس دانا. أول شيء من نقص 10، من نقص 10 من الطرفين، من نقص 10، من نقص 10. شو بتصير؟ شو بضل عندي؟ فبيطلع 4 2 إكس 2 إكس أقل أو بتساوي 4. أقل أو يساوي 4. تقسيم 2 تقسيم 2. طيب تقسيم 2 تقسيم 2 بضل عندي إكس إكس أقل أو بتساوي 2. 2 ممتازة. طيب كيف بدك تكتب الصفة المميزة؟ إذا أستاذ ما كنت أنا بالحصة. طيب بالصفة المميزة نكتبها، بس بنحكي X بحيث أن والمتباينة هي طلعت معنا منزلها نفس ما هي. X أقل أو يساوي 2 هيك. تمام. يلا ممتازة، نشوف فرع بي. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. بدنا نتفق على شغلة دائما بالمتباينات. استنى يا كمان. دائما بالمتباينات إذا نقسم على صفر أو نضرب بالصفر، ماشي، أو عفوا إذا ضربنا أو قسمنا على سالب، ماشي، يعني لما أحكي لك سالب 3x أكبر من 1، هنا بدي أضطر أقسم على سالب 3 عشان أخلي الإكس لحالها، صح؟ نقسم على سالب 3. دائما لما نقسم على سالب أو نضرب بسالب بتنقلب إشارة المتباينة. شو يعني بتنقلب؟ يعني بدل الأكبر بتصير أصغر، ماشي، بدل الأكبر أو يساوي بتصير أصغر أو يساوي. يعني بتصير هاي إكس اللي فتح المايك يطفيه، أنس اطفيه أو أنيس، ماشي، بتصير إكس مش أكبر، لا أصغر من سالب واحد. سالب واحد على لين اطفي المايك. تمام. ليش عكسنا إشارة المتباينة؟ عشان قسمنا على سالب. واضحة هاي؟ لما أحكي لك إكس على سالب 2 أكبر أو تساوي 1، هاي شو بدي أعمل؟ بدي هون أضرب سالب 2 أضرب سالب 2. ضربت بسالب، لما تضرب بسالب بدك تحكي لازم أقلب إشارة المتباينة. إشارة المتباينة تصير إكس أقل أو تساوي طبعا 1 ضرب سالب 2 سالب 2. عرفتوا هاي؟ طيب خلينا نشوف حدا عشوائي مين بده يحل. طيب في محمد فتحي. محمد فتحي شكلك كثير عابط. هلا سا، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب يلا حل لي في الابي. هسه بنحل هسه. يلا. أول شيء بنقلب الإكسات في جنب والأعداء والأرقام في جنب. ممتاز، هذا اللي بدي أعمله. طيب بدك تودي الثلاثة إكس عند الأربعة إكس ولا عند الأربعة إكس؟ أي شيء عادي، انقل الثلاثة إكس للأربعة إكس والسالب خمسة للثلاثة. طيب ثلاثة إكس شو عكسها؟ سالب جماعة في صوت المايك. طيب محمد معي؟ معاك. يلا يا محمد، ناقص 3 إكس وبدنا نعمل الجهة اليمين ناقص 3 إكس. ممتاز، 3 إكس وناقص 3 إكس بتروح، يظل عندي 3 بتروح زي 3. يلا احكي لي شو أكتب. أكبر ما شيء هي بيصير 1 إكس. هاي شو الإشارة؟ موجب 3 أكبر من يا جماعة هاي الإشارة، الأكبر بيكون أصغر. هون هذا الكبير، هون الكبير، هنا الصغير، ماشي، اللي فاتحة ثم عليها بتكون الكبير. يعني لما بدنا نقرأ من هون بنحكي مثلا هاي كيف بنقرأها؟ إكس أصغر من 3 أو أقل من 3. تمام؟
ماشي. طيب هاي ثلاثة أقل من إكس. أيوة. ناقص خمسة. ماشي ممتاز. شو بنقص خمسة من بنقص خمسة من الطرفين. إحنا مش عندنا ناقص خمسة يا محمد. لا إيش. شو عكس الناقص خمسة؟ موجب خمسة. موجب خمسة ورائع. هاي موجب خمسة موجب خمسة. شو بصير عندي على اليسار؟ ماشي بتصير معي عندي ثمانية. ثمانية رائع. أقل من طلع عندي إكس خلاص. رائع ممتاز 100% صح. طيب لما بدي أقرأها من عند إكس شو بقرأ؟ إكس إكس أكبر من ثمانية. رائع 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 ممتاز. إكس أكبر من ثمانية ممتاز ثمانية. ممتاز. كيف بدك تكتب الصفة المميزة؟ سهلة. إكس بحيث أن إكس أكبر من ثمانية. ثمانية. أوه صح صح. رائع. أنت ممتاز. طيب. الكل فهمها؟ في هذا عنده مشكلة فيها؟ مين عنده مشكلة؟ خلينا نشوف مين عنده مشكلة. لما نقسم أو نضرب نقلب بسالب. لما نقسم على سالب أو نضرب بسالب نقلب الإشارة. صوت قطة اللي فاتح مايك يسكره. آه طبعاً ما حد يفتح مايك. أستاذ ممكن تعيدها لأنه أنا هسه دخلت. أستاذ تفضلي شو اسمك؟ إيه ملك. لو سمحت. تفضلي يا ملك. إيه ممكن لو توريني شرح المسألة الأولى؟ شرح المسألة الأولى هي اللي بدي يأخذ سكرين شوت يأخذ. تمام شكراً. عفوا. شفت السؤال غلط فطلع حل غلط. مش مشكلة أنا جيت متأخر ممكن تظلم. الله يعافيك أو يعافيك يا ولد. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك أستاذ؟ أهلا وسهلا. شو اسمك؟ أيهم؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن مغيرت. أهلا. أهلا يا عبد الرحمن. أستاذ هذا الدرس كان موجود صحيح بالثامن بالحدود الأولى صحيح؟ أو الثانية؟ موجود موجود على ما أعتقد. هو نفسه صحيح؟ المعادلة الخطية نفسه بس الفكرة إنه هون بدي أكتبها على الشكل المميز للمجموعة زي هيك. آه لأنه أنا الكتب تأخروا توصلونا تقريبا اليوم رحت جبته يعني بعدني مش فاتح بس يمكن تشرح لي شرح بسيط بس أستاذ. هو هي بسيط أبسط من هيك يا عبد الله. لا لا في هاي اللي قلت الآخر شيء مميز يعني. هاي جديدة. الصفة المميزة. الصفة المميزة لما يطلع معك الحل. ماشي بس تكتب إكس. إكس. أفرد مايك يا لين. تكتب إكس بحيث أن المعادلة أو المتباين اللي طلعت معك اللي هي إكس أكبر من 8 بس كل سهولة. هاي الإكس بحيث أن ثابتة. خلاص سمع. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. طيب مين عنده سؤال ثاني؟ طيب خلينا ننتقل للي بعده. المتباينات والفترات يا جماعة. هسا المتباينات حكينا ممكن لو أحكي لك X أكبر من 7 شو يعني X أكبر من 7؟ يعني ممكن تكون 7.5 ممكن تكون 8 ممكن تكون 9 10 1000 مليون للملا نهاية. المهم إنها أكبر يعني من 7 وجر للملا نهاية. هاي لازم تكون متفقين عليها. طيب طبعا في ما نهاية. طب لو حكيت لك X أقل من 1 يعني من سالب ما لا نهاية من سالب ما لا نهاية بنضلنا نمشي لما نوصل عند الواحد نوقف. تمام لهون اتفقنا عليها. طيب يعني في عندنا إشارتين في عندنا ما لا نهاية وفي عندنا سالب ما لا نهاية. هاي سالب ما لا نهاية موجب ما لا نهاية. طيب شوفي عندنا بدنا نحكي عن رمز الفترة. طيب رمز الفترة ايش يعني 8 بس بالعرض؟ لا مش 8 بالعرض زي نظارة باتمان هو اللي صدر معنا هذا المهم زي النظارة شكل النظارة. طيب شو عندنا؟ طيب نحكي عن رمز الفترة. طيب يا جماعة اللي بيكون فيها
اللي بيكون فيها ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية بتكون أكيد فترة غير محدودة. ليش؟ لأنه يعني أنا ممكن أعطيني أي رقم بقدر أعطيك اللي بعده. يعني أعطيني 20 مليون، 20 مليون هو واحد بعده. فدائما الفترة اللي بيكون فيها ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية بتكون فترة غير محدودة. تمام؟ طيب. طبعا اللي بيسأل عن الشرح، كل الشرح موجود على المنصة مع الأستاذ مصطفى. ماشي؟ بس أنا هون مراجعة. يعني لازم تحضروا بالمنصة. ما بغني عن شرح المنصات. تمام؟ طيب خلينا نحكي عن رمز الفترة. رمز الفترة. طيب. لما أحكي لك إكس أكبر من 7. شو يعني؟ خلينا نحكي على خط الأعداد. هي عندي خط الأعداد. في عندي هون ما لا نهاية. في عندي هون السالب ما لا نهاية. طيب هي عندي 7. إكس أكبر من 7 يعني إكس جاي هون. أكبر من 7 للما لا نهاية. طب السبعة داخلة ولا مش داخلة؟ السبعة داخلة ولا مو داخلة؟ مش داخلة. طيب لما تكون السبعة مش داخلة بالفترة عندي شو بحط عليها؟ بحط عليها دائرة مفتوحة. دائرة مفتوحة معناها إنه السبعة مو داخلة. يعني والدائرة المغلقة زي هيك، لما أحكي لك هاي 10 وهاي مغلقة الدائرة. ماشي؟ هاي دائرة مغلقة وأنا هون. هاي مين يحكي لي كيف بدنا نكتبها؟ عن طريق المتباينة. شو متباينة هاي؟ اكتبوا لي على الكومنتات. كاملة كاملة دانيا. شو اكتب؟ رائع يا نور علي. إكس أكبر أو يساوي 10. ليش أكبر أو يساوي؟ لأنه مغلق عند العشرة، وأكبر لأنه جاي الفترة على يمين العشرة. تمام. طيب أحكي لكم هاي مثلا أي عدد عندي خلينا نسميه إيه؟ الصوت عندك كان بيقطع لو تعيد لي. طيب تمام. هسه في عندنا الاي. طيب لو حكيت لكم مفتوحه عند الاي ماشي، وعندي هون هاي، كيف نكتبها؟ كيف نكتبها؟ اشوف على الكومنتات. سلسبيل تحكي لنا أصغر أو يساوي. لما اليساوي أي إشي مغلقة، مغلقة من هون تمام، معناها في مساواة. تمام. إكس أقل من إيه. مين اللي جاوب؟ فيصل. فيصل رائع. يا جماعة هاي الفترة أقل من إيه ولا أكبر من إيه؟ أقل من إيه، لأنه على يسارها جاي، فبالتالي إكس أقل من إيه. ليش ما حطينا أقل أو يساوي؟ لأنها مفتوحة، هاي مفتوحة عند الإيه، معناته ما في مساواة. طب إذا كانت مغلقة زي مثلا خلينا نحكي هاي خط أعداد، هاي عندي بي، هاي مغلقة عند البي، وهاي عندي هاي الفترة. طيب هون إكس، طيب بدي اشوف مين مصحصح هون. انا شو لازم اكتب كمان؟ ممتازين، لازم اكتب يساوي. ليش لازم اكتب يساوي؟ لانه مغلق عند البي. طيب هاي سهله. طيب هسه بدنا نتعلم رمز الفتره. رمز الفتره طبعا لها اطراف الفتره. تمام، لها اطراف بتبلش من رقم وبتمشي. طيب رمز الفتره في عندنا نوعين، في عندنا هذا الرمز وفي عندنا هذا الرمز. طبعا هذا الرمز بنسميه مغلقه، مغلقه
هذا الرمز زي القوس هاي مفتوح او مفتوح القوس، تمام؟ يعني لما يكون في عنا، خلينا نحكي عن x اكبر من 7، هاي حكينا طبعا من 7 هون مفتوحة دائرة واكبر من 7 يعني لليمين. طيب هاي كيف بدي اكتبها؟ على شكل فترة، على شكل فترة بدي اكتبها طبعا، لانه 7 مش داخلة فبالتالي بتكون مفتوحة عند 7، يعني هاي من 7 للما نهائي، صح؟ هاي من 7 للما نهائي، هاي مش مختلفين عليها. طيب بدنا نشوف 7، نفحصها عند 7، يا اما بتكون على هذا الشكل اللي هي مغلقة او بتكون على هذا الشكل مفتوحة. طب كيف بدنا نحدد يا استاذ؟ يعني هي 7 مش داخلة، مش داخلة معناها مفتوحة، معناها قوس. طيب عند المال النهاية شو رأيكم؟ المال النهاية هي أصلا رقم، مش رقم المال النهاية، وبالتالي دائما 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 عند السالب مال النهاية وعند الموجب مال النهاية دائما مفتوحة. هاي ما تنسوها، ها أبروز لكم إياها، أنا أبروز لكم إياها. ماشي، دائما عند الموجب ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية دائما مفتوحة. طيب بما أنها دائما مفتوحة وبالتالي مفتوحة هيك، فبتصير الفترة عندي بهذا الشكل، تمام؟ ممتازين. طيب خلينا ناخذ مثال ثاني، خلينا الأمثلة نفس اللي حليناها هاي نكتبها على شكل فترة. طيب أول واحدة أخذناها، خلينا نغير اللون ناخذ اللون يلا الزهري عشان البنات ما يزعلوا. طيب عندنا هاي من 7 لما لا نهاية، هاي من 7 لما لا نهاية، حكينا السبعة مش داخلة معي معناتها مفتوحة، عند ما لا نهاية دائما مفتوحة. علي الزعبة ممكن تعيد، مش فاهم علي، ركز معنا، تمام؟ رمز الفترة يا جماعة حكينا يا إما مغلوق يا إما مغلق يا إما مفتوح. مفتوح لما يكون الرقم مش داخل، لما يكون في عندي دائرة، أو لما ما يكون عندي مساواة يكون مفتوحة. لما تكون عندي مسكرة مغلقة زي هيك مغلقة، أو لما يكون عندي مساواة ماشي بتكون مغلقة. مغلقة كيف يعني؟ بهذا الشكل، هاي من 10 لما لا نهاية، من 10 لما لا نهاية، ما لا نهاية دائما مفتوحة. العشرة لأنها في مساواة ولأنها مغلقة من هون، وبالتالي الإشارة بتكون هيك هذا الشكل، معناتها مغلقة، تمام؟ ما اسمه كثير سهل، بس انتوا ركزوا انتبهوا بالضبط يا سنين. سؤال هذا بشو بيفيدنا؟ هذا بيفيدك لبعدين، بتعرف شو بيفيدك، بس انت لازم تفهمي، ما تنجحك الجهة بدون البيان. يا جماعة دائرة مفتوحة أو ما عندي مساواة معناها أقواس هيك، دائرة مغلقة أو عندي مساواة معناها أقواس هيك. بدكم أبسط من هيك؟ طيب سهلة سهلة، مين اللي كان عنده صعوبة؟ تمام ماشي، دائرة مفتوحة ما في مساواة، أقواس مفتوحة، دائرة مغلقة في عندي مساواة، أقواس زي هيك. طيب هاي اتفقنا عليها، هاي هون حكيناها طبعا، هاي من ايه. طيب نكمل هون، صحيح نكمل هون. طيب عندي هاي طبعا من سالب ما لا نهاية هاي لعند الـ A، من سالب ما لا نهاية لعند الـ A. طيب سالب ما لا نهاية مفتوحة، هاي
ما حدا يسكر لي السالب مع نهاية أو المعنى نهاية بنجلط. طيب عند الـ A هسه بينها مفتوحة دائرة هيك معناها القوس مفتوح تمام. طيب عند الـ B هون من سالب ما لا نهاية لعند الـ B، السالب ما لا نهاية مفتوحة، عند الـ B بما إنها مغلقة طلعوا مسكرة مغلقة فبالتالي القوس مغلق هيك تمام. سهل جدا. يلا ناخذ أمثلة، هذا كان شرح، ناخذ أمثلة. طيب عندنا هاي بدنا نمثلها على خط الأعداد ماشي، وبدنا نكتبها على شكل فترة تمام. خط الأعداد طبعا عندي الرقم 3، هاي الرقم 3 أنا بصفحة 14 يا جماعة مثال 4. طيب عندي الرقم 3 بحكي لنا X أقل أو يساوي 3، يعني أقل من 3 يعني على يسار الثلاث هون. طيب أقل أو يساوي في عندي مساواة، دائرة هيك، دائرة مفتوحة ولا مغلقة؟ أسرع أسرع أسرع، مفتوحة ولا مغلقة؟ يلا مغلقة. أيوة رائعين ممتازين، مغلقة. ليش؟ لأنه في مساواة تمام. طيب لما بدي أكتبها كفترة، كفترة بحكي طبعا دائما الفترة ببلشها من اليسار، ببلش أقرأ من اليسار، يعني أنا من السالب ما لا نهاية بروح يمين 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 هيك بقرأ، هيك بقرأ من اليسار لليمين تمام. بحكي من سالب ما لا نهاية للثلاث، سالب ما لا نهاية مفتوحة، عند الثلاث مغلقة، عارفين ليش مغلقة. طيب عندنا هاي المثال. طيب المثال هذا بحكي لنا X أكبر أو يساوي 5، هاي خط الأعداد، هاي الخمسة، X أكبر، أكبر الـ X يعني اللي هو 6 7 8 9، فبالتالي على يمينها، على يمينها من النهاية طبعا. دائرة مفتوحة ولا مغلقة؟ مغلقة. رائعين. طيب دائرة مغلقة، هاي هيك مثلناها خط الأعداد. لما بدي أكتبها على شكل رمز الفترة، رمز الفترة يعني يعني هذا مصطلح نستخدمه عشان نكتبه كفترة. رمز الفترة بحكي من خمسة، احنا بلشنا من اليسار نقرأ من عند الخمسة للما لا نهاية، عند الما لا نهاية مفتوحة طبعا، عند الخمسة بما انها مغلقة مغلقة طبعا تمام. في عندك سؤال حسب أخليك تحله، أنت تحقق من فهمي، أنا بشرح الأمثلة قاعد. في أي سؤال قبل ما أكمل؟ طيب بحكي لنا X أقل من سالب 1، أستاذ كيف واحدة مفتوحة وواحدة مغلقة؟ هسا عندنا رمزين الفترة، بنكتب رمزين، هاي البداية، رمز البداية ورمز النهاية. واحدة منهم إذا كانت ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية دائما مفتوحة، دائما مفتوحة ماشي. والرقم بدنا نشوف في عنده مساواة مغلقة، ما عنده مساواة مفتوحة، بكل بساطة. طيب عندنا X أقل من سالب 1، طيب نمثلها على خط الأعداد، هاي سالب 1، X أقل يعني الفترة على اليسار ولا على اليمين؟ بسرعة، يسار ولا يمين؟ فترة يسار ولا يمين؟ بسرعة. الإكس أقل، إكس أقل، إكس أقل معناته يسار، يسار، رائعين اللي حكيته يسار. إكس أقل يعني يسار، هون الفترة تمام؟ يسار. طيب الدائرة عند السالب 1 طبعا 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 مفتوحة، ليش؟ لأنه ما عندي مساواة. طيب بدنا نبلش نقرأ هاي الفترة، كيف بدنا نقرأ هاي الفترة؟ كيف بدنا نقرأ هاي الفترة؟ نقرأها من سالب ما لا نهاية للسالب 1، طبعا عند السالب ما لا نهاية أكيد مفتوحة، عند السالب 1 بما إنه ما عندي مساواة وهون عندي مفتوحة وبالتالي هون كمان مفتوحة
سهلة؟ سهلة في هذا عنده مشكلة؟ طيب ممتازين. هون X أكبر سهل بدنا نحل. بخليك تحل أتحقق من فهمي. يا جماعة هاي أسئلة الكتاب مش راح أغير فيها أرقام، بقدر أغير أرقام مش صعب علي، بس أنا بدي أحل نفس الأسئلة. في إذا بدك أمثلة ثانية موجودة على المنصة، بنك أسئلة قد الأردن كبير، بتحل لما تزهق. طيب عندنا هون الستة، طبعا X أكبر من ستة، جاوبوني على السؤال. X أكبر من ستة، الفترة على اليمين ولا على اليسار؟ يمين. رائعين ممتازين. X أكبر معناها الفترة على اليمين. رائعين. طيب الدائرة عند الستة مفتوحة ولا مغلقة؟ لما مش طبيعية. شاطر ما شاء الله عليك. طيب عفوا مفتوحة طبعا. طيب كيف بدنا نقرأ الفترة؟ نقرأها من اليسار لليمين، يعني بنحكي ستة لل ما لا نهاية. عند ما لا نهاية أكيد مفتوحة، وعند الستة بما إنه ما في عندي مساواة إذن مفتوحة كمان. تمام. طيب خلينا نشوف أتحقق من فهمي، بس بسرعة يا جماعة. اللي بدي يحل يحكي لنا على الكومنتات، ما حد يفتح المايك بدل ما احكي له. طيب استنى شوي. طيب في عندنا دانا حطاب، دانا حطاب دانا حطاب. طيب دانا مش معنا. في عنا مرح معروف، ما شاء الله قديش واحد. طيب جماعة أنا هيك عجبتوني. طبعا سجى معنا من منصة أبواب بتساعدني. سجى اختاري لنا حدا. أم وليد أبو صرح، زي أفتح المايك. طيب أم وليد اللي داخل بحساب أم وليد، يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طيب يا أستاذ. ألو أستاذ أحمد، أطفي المايك ما تفتحه إلا لما أحكي لك. أستاذ. طيب. ألو. تفضل عرفنا عن اسمك. أنا ماجد طلال. إيش اسمك؟ مجد. طيب شو أول إشي بدنا نمثلها على خط الأعداد؟ هاي X أقل أو يساوي سالب 2، هاي خط الأعداد وهاي سالب 2. الفترة على يمين ولا على يسار؟ الفترة بتكون على الشمال. على اليسار. رائع ممتاز. وبتكون دائرة. دائرة مغلقة. ليش الدائرة مغلقة؟ يا جماعة مغلقة. اللي فاتح مايك يطفيه، ما حدا يفتح مايك إلا اللي بحكي له. طيب ليش مغلقة؟ نعم أستاذ. ليش مغلقة؟ لأنها بتكون تساوي، لأنه أصغر أو تساوي. لأنه عندنا مساواة بالضبط. رائع. طيب هاي كيف بدي أكتبها على شكل رمز الفترة؟ كيف بقرأها؟ من سالب ما نهاية؟ أيوة تحط سالب 2. أيوة هاي سالب 2. طيب عند السالب ما نهاية مفتوحة ولا مغلقة؟ نعم. عند السالب ما نهاية مفتوحة ولا مغلقة؟ لا مغلقة. عند السالب ما نهاية، عند الما نهاية والسالب ما نهاية شو حكينا دائما؟ مفتوحة. لا مفتوحة بتكون. مفتوحة. طيب آه. عند السالب 2 في عندي مساواة ولا لا؟ لا في مساواة.
طيب مدام في مساواة مفتوحة ولا مغلقة؟ مغلقة. لا مغلقة. مغلقة 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 رائع مغلقة رائع 100% صح. طيب أستاذ إحنا شكرا إذا طيب نشوف سجى الله يعافيك بس لو سمحت ما تحكي إلا لما نختارك. أيوة مساء بسان سجى لو سمحت تختاري دي حدا في منال. منال يعني لك عبد الله أي حدا فاتح المايك غير منال يطفي. طيب منال منال معنا طيب شفنا حدا ثاني في بيسو. طيب لما معنا معنا طيب خلينا ناخذ لنا حدا من الشباب. ومتات رش يلا اختار حل اللي بعده. دانا دانا هون استاذ كيفك دانا؟ طيب تمام. بدنا نمثلها على خط الاعداد ونكتبها برمز المتباينه. اول شيء نمثل على خط الاعداد نرسم خط اعداد ونحط العشرة الفترة عندنا شو اقرأي لي اياها بي طيب الفترة راح تكون على اليمين ولا على اليسار؟ على اليمين على اليمين رائعة. طيب عند العشرة الدائرة مفتوحة ولا مغلقة؟ لا مغلقة مغلقة رائعة. طيب الفترة بقرأها من اليسار لليمين طبعا صح؟ يعني بحكي من عشرة لل الملا نهاية. الملا نهاية عند الملا نهاية مفتوحة ولا مغلقة؟ مفتوحة مفتوحة. وعند العشرة مغلقة مغلقة لأنه عندي مساواة وهون عندي مغلقة فبالتالي مغلقة. رائعة 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 صح أستاذ صح أستاذ يعطيك العافية. الله يعافيك شكرا لك. طيب مين يحل في الأساسية؟ اختاري حدا يا سجى لو سمحتي. مرح مرح يا أستاذ كيفك يا مرح؟ الحمد لله تمام. طيب بنمثلها خط الأعداد شو بنكتب خط الأعداد؟ بنحط 8 8 الفترة على اليمين ولا على اليسار؟ أول شيء اقرأي لي ياسي شو كيف بنقرأ؟ 8 أكبر من X لا اقرأي ليها من جهة X اوكي اكس اكبر من 8 لا من جهه اكس اوكي اكس اقل من 8 رائعه. طيب الفتره راح تكون على اليمين ولا على اليسار بهاي الحاله؟ على اليسار. على اليسار رائعه هاي فترتنا. طيب الدائره عند 8 بتكون مغلقه ولا مفتوحه؟ مفتوحه مفتوحه رائعه. طيب كيف بقرأ هاي الفترة من وين لوين؟ من اليسار لليمين بحكي من شو؟ من سالب من النهاية لل 8. طيب عند السالب من النهاية دائما حكينا عند الموجب وسالب من النهاية دائما مفتوحة. عند 8 من شو؟ حسب في مساواة عندنا مغلقة ما في مساواة مفتوحة. وانا عندنا ما عندنا مساواة وبالتالي مفتوحة. شكرا لك ممتازة. استاذ دخل الشباب يحلوا حرام عليك. مش انا اللي بختار. حرام عليك استاذ خلي الشباب يحلوا شوي. شوف انا لما اختار بختار شاب وبنت بس البنات بغازوا مع بعض. في عنصرية هسه في عنصرية. كل بنات في عنصرية. يلا يا عبد الرحمن تعال حل لي احلى انا يلا اكس اكبر من سالب 7 نرسم خط الاعداد بنحط 7 بنروح على اليمين بنحط دائره مفتوحه بنحط سالب 7 سالب 7 بنروح على اليمين بنروح على اليمين عشان الاكس اكبر من سالب 7
ممتاز. عند نحط دائرة مفتوحة. ايوه نحط دائرة مفتوحة اكيد. بنحط اكس ما لا نهاية فاصل سالب سبعة بنحط مفتوحة مفتوحة. طيب انا احنا حكينا بس انت كل شيء ممتاز حليته، بس في عندك غلط صغير اللي هو احنا حكينا من اليسار لليمين النقطة صح؟ يعني بنحكي من السالب سبعة لل ما لا نهاية. سالب سبعة لل ما لا نهاية. والثنتين مفتوحة. طيب ما لا نهاية. والثنتين مفتوحة. مفتوحة أكيد، والسالب سبعة مفتوحة عشان دائرة مفتوحة. رائع. أي زبق سبقة عشانة. طيب. يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب. يا جماعة احنا بدنا نحل نتدرب واحد المسائل. استنى استنى فوت. استنى شوي. والله إني لو أقعد ساعتين معكو نحل أسئلة ما بتزهقوا. في عنا تدرب واحد المسائل. طيب يا جماعة كل تدرب واحد المسائل أخذنا زيهم ماشي، كلهم أخذنا زيهم، أخذنا نعتبر زيهم ماشي. فبدي منكو تحلوهم لحالكو وبكرة إن شاء الله نحلهم مع بعض، مش كلهم راح نحلهم. وبدي مهارات تفكير عليا، بدي اياكم تفكروا تفكير عليا ماشي. صفحه 16 سؤال 24 25 و26 هذول الحصه الجايه بنناقشهم مع بعض ان شاء الله. تمام، معرفكم عباقره عشان هيك بدي اطلعوا كل شيء عندكم. طيب شو بدنا نحكي هسا؟ نشوف شو في عندكم أسئلة. شو في عندكم أسئلة؟ أستاذ أنا بدي أسأل. ورد، مين ورد؟ ورد معنا؟ يا جماعة اللي بيسأل عن الحصص اللي مش نازلة على المنصة، في نزل تأسيس ونزل أول درس تقريبا، وأي شيء بنزل بجهز راح ننزلكوا إياه أول بأول، ما راح نتأخر عليكم ماشي. بس ما بدي أحكي والله سهل الدرس. ممتاز يا راما. متى لازم أغير اتجاه الإشارة؟ لما نغير اتجاه الإشارة لما نضرب أو نقسم عسالب. تمام؟ لما نضرب أو نقسم عسالب بس بهاي الحالتين نغير الإشارة من أكبر لأصغر. متى الحصة الجاي؟ وهذا اللي بدنا نحكي فيه اليوم، الحصة الجاي. طبعاً إحنا حكينا حصصنا من يوم السبت ليوم الأربعاء. أستاذ إحنا اعتمدنا سكروا المايكات. ماشي؟ إحنا اعتمدنا الموعد من الخمسة للسبعة. تمام؟ بس صار عندنا شوية ظروف نقدر نخليها من الستة للثمانية. في عندكم مشكلة؟ من الستة للثمانية. الله يعافيك. ما في يا جماعة اللي ما عنده مشكلة يكتب رقم ستة، اللي ما عنده مشكلة يكتب رقم ستة. يعني خلاص نعتمد ستة. طيب مش قادر أقرأ من كثر السرعة من كثر الكومنتات. طيب يا جماعة معناته راح تكون إن شاء الله حصة بكرة من ستة للثمانية. بتروحوا بترتاحوا تتغدوا ترتاحوا بعد المدرسة، بعديها نبلش الحصة على ورق. فرح ليش شو المشكلة اللي عندك؟ بس أخرناها ساعة. لين شو المشكلة عندك؟ لأنه بصراحة أنا ما أقدر أعطيكم الساعة خمسة مشغول والله بجدولي فل. ماشي ان شاء الله من الستة للثمانية نكون فاضيين ورايقين. تمام
أو إذا بدكم أستاذ ثاني يكمل معكم برضو ما في أي مشكلة، بنخلي الموعد نفسه من الخمسة للسبعة، وفي أستاذ ثاني بيكمل معكم، كلنا نفس الإشي يعني الأساتذة. طيب خلاص إن شاء الله معناته الحصة الجاي. طيب الحصة القادمة، هاي الحصة القادمة الساعة 6 للـ 8. طيب ماشي، راح أظني أنا. طيب تمام تمام الحصة القادمة غدا طبعا، بكرة هاي غدا. طيب مين؟ خلاص حلينا الموعد، حلينا شغلة الموعد. طيب بدنا هسا نشوف شو في أسئلة عندكم برياضيات. أنا حتأخر، ما إحنا أخرنا البث عشان كنت تدخلوا متأخرين، يجي تأخروا كمان، ما حد يتأخر على الستة، الكل مزروع زرع من 6 للـ 8. طيب الحصة بتخلص على الساعة 7، بس أنا هسا مش راح أشرح أي شيء، خلاص بدي أشوف أسئلتكم، بشوف إذا عنده أسئلة رياضيات. مين عنده أسئلة رياضيات؟ خلاص فارح مايك أنا على فكرة، يلا اسألوني. مين اللي عنده سؤال يرفع إيده، الكل ينزل إيده، بس اللي عنده سؤال يعني خليه إيده رافعة. سلام. طيب نزلوا إيديك، وبس اللي عنده سؤال يخليه ايده رافع عشان انقي منكم. يلا محمد عندك سؤال؟ محمد اللي كاتب اسمه بالعربي، محمد فتحي. ايوه استاذ، كيف حالك؟ شو عندك سؤال؟ الحمد لله. اسحب اسالك سؤال، في بس استاذ مباشره غير الرياضيات؟ الرياضيات هسه حاليا بس موجود، وان شاء الله لو عجبك الموضوع راح نفتح اللي فاتح مايك. لا اذا عجبك الموضوع بنكمل لباقي المواد، نعمل لباقي المواد. فريد، فريد لو سمحت تسكر المايك، لما اسمح لك تفتح المايك. تسنيم تفضلي. خلاص خلاص تمام، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس ضعيف. تسنيم تفضلي. هلا، اهلا يا تسنيم، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. بدي اسالك، احنا اخذنا بالمدرسه المس حكت لنا انه لما نحل على نمط الاعداد بس خلص، يعني هيك بنحط الدائره الفارغه او لا، وبنخطط وبس، يعني ما بنكمل زي ما انت عملت. طيب احنا كتبنا اول طريقه، هاي اللي حلينا عليها، هاي طريقه خلينا نسميها تمثيل على خط الاعداد. لما احكي لك واكتبها باستخدام رمز الفتره بتحكي لي، او هون مفتوحه عندي، من A للما لا نهايه. هذا هاي طريقه اسمها رمز الفتره. طب ليه ما حكيت؟ وهاي طريقه خط الاعداد. تمام. لا اذا بده بس تمثيل خط الاعداد الاولى بتكفي، اذا بس بده رمز الفتره الثانيه بتكفي لحالها. تمام استاذ، ممكن اسال سؤال؟ يلا الله يعافيك. استاذ عندي سؤال انا. طيب استنى يا انيس. عبد الرحمن تفضل. لو سمحت ممكن تحط مساله على الاثنين مثلا، زي بالسؤال 15 16 17، تحل واحد اني ما كنتش من اول الحصه فبان مش متذكره مليح. 15 اي صفحه؟ صفحة 16 من الأسئلة، زيهن يعني، مش الأسئلة زيهن. 15 16 17، هم متباينات يعني. زيهن يعني مثلا، عشان أول حصة ما كنتش، ما قدرتش أدخل البث. متباينات، بتحل المتباينة عادي زي ما حكينا بصف ثامن. تطلع معك مثلا، خلينا نحكي بتطلع معك إكس أكبر أو يساوي 20. هيك بتطلع معك حل متباينة، هذا طبيعي الموضوع. طيب شو بتعمل لما بدك تكتبها بالصفة المميزة؟ شو بتحكي؟ X بحيث أن
X أكبر أو يساوي 20. بس الاختلاف من صف ثامن لصف تاسع بس إنه تكتب هاي الجملة بس. بس وحاول أنا عارف بس كان بدي أتذكرهم بس ملي خلاص ذكر عارف بس. وانتبهوا لما نضرب بسالب أو نقسم على سالب شو بنعمل بالإشارة؟ نغير الإشارة نقلبها. بالضبط بالضبط يعني عليك. طيب عبد الله تفضل. عبد الله تفضل. علي الزعبي تفضل. ليانا 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 تفضلي. أستاذ بدي أسألك السؤال في صفحة 11. صفحة 11 خلينا نروح صفحة 11. أي سؤال فيهم؟ سؤال سي بيتحقق من فهمه. طيب سي حلينا هاي عبارة عن حكينا حكينا متعادلة متعادلة. ريما سكري الصوت والزمن. طيب حكينا هاي عبارة عن معادلة نص x زائد 10 يساوي 0. حكينا كيف نخلي x لحالها؟ بدنا نخلص من البعيد ناقص 10 ناقص 10 يصير عندي نص x يساوي سالب 10. هسه النص شو عكسها كيف بدنا نخلص منها؟ نضربها بالمقلوب نضرب باثنين نضرب باثنين بتصير عندنا x يساوي سالب 20. نحكي شو مسمين لي اياها دي دي يساوي سالب 20 تكون مفردة المجموعة. عرفتيها كيف؟ وصلك الجواب؟ تمام؟ تمام ممتاز. طيب راما تفضلي. راما تفضلي. أستاذ هلأ في بصفحة 11 نسأل مثال 5. مثال 5؟ هلأ ليش حطينا عند واحد الكسر؟ ليش ما حطينا عند واحد بدون الكسر؟ هاي؟ هسه طيب. ليش ما هاي هو عاطيني إياها بإيش؟ عاطيني إياها بصفة مميزة بده إياها بطريقة سرد العناصر. تمام؟ طيب حكالي K تنتمي للدبليو. طيب شو هي الدبليو؟ حكينا هي عبارة عن 0 1 2 3 4 5. طيب شو حكالي K بين شو أكبر من واحد؟ هي شو اللي بعد الواحد؟ 2 يعني من هون. وأصغر من 4 لهون يعني شو هم؟ 2 و3. طيب خلينا نعوض الك. هاي حكى لي x يساوي 1 على k. هاي القاعدة هو أعطاني إياها يعني بحكي t يساوي 1 على k يعني 1 على 2. أول إيش بدي أعوض؟ 1 على 2 هي 1 على 2. طيب العنصر الثاني 3 معناته 1 على 3. خلص الأربعة داخلة معنا؟ لا لأنه ما عندي مساواة هون وبالتالي خلص بسكر. فهاي المجموعة اللي بتطلع معي. عرفتي كيف؟ وصلت؟ طيب شكله وصلت خلاص. طيب مو تكر المايك. ماشي ماشي يلا شكرا لسؤالك. مؤمن تفضل. الو استاذ. اهلا يا مؤمن. استاذ هسه احنا موصلين لصفحه 16. ماشي عادي بنسبق المدرسه شو ورانا. اوكي استاذ يعطيك العافيه. عشان لما تروح المدرسه بدي اقطعها. خلاص ان شاء الله كون يعني مسفح كلكم طبعا. ابشر يلا ابشر بالسعد. ماشي مين في عنده سؤال؟ فرح
بس خليك يا سمحت يا عبد الرحمن شوي. يلا هاي بسم الله. فرح كانت؟ يا استاذ. اهلا يا فرح، شو سؤالك؟ يعطيك العافية، بدي اسألك سؤال موترني. الله يعافيك، تفضلي. السؤال هسا منهاج تاسع راح يكون اسهل من ثامن؟ حكيت لكم اول حصة اسهل بكثير، اسهل بكثير. جماعة لانه انا ثامن واجهت فيه صعوبات كثير صراحة. الكل كان منهاج ثامن جديد وكان يعني غريب عليكم، بس هسا كثير اسهل تاسع وفرصتكم تعلموا عدلكم اصلا فيه. ماشي؟ شكرا لك استاذ. رياضيات. نعم. عفوا. طيب مين هلا؟ سلسبيل. سلسبيل شكلها راح ايدها بالغلط. يا عبد الرحمن تفضل. استاذ بكره راح ناخذ درس جديد بعد ما نحل الاسئله. طبعا بس حل اسئله نص ساعه راح يكون وبعدين درس جديد، راح ندخل درس جديد. خلاص تمام، يعطيك العافيه. على الستة صح؟ على الستة. خلاص يعطيك العافيه. الله يعافيك. بيان تفضلي. بيان تفضلي. طيب دانيا. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. بدي اسالك، صح اعطيتنا مسائل نحلها من اتحقق من الدرب واحل المسائل صح؟ الدرب واحل المسائل، حلوا كل المسائل تمام؟ كل شيء انشرح لكم، ما في شيء ما انشرح. ماشي؟ وبتحاولوا تحلوا مهارات التفكير العليا. سهلان، سهلين كثير. سجلات. تمام استاذ. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. تفضلي سلسبيل. استاذ بدي اسالك هسه المثال الاول اللي هو رقم 3، انا ما كنت موجوده معكم فمش فاهمه. طيب المثال الاول. الاول رقم 3 مجموعة حل المعادلة. طيب خليني احل لك اياه بسرعه عشان نشوف. طيب مجموعه حل المعادله، اول شيء بدك تحل المعادله اللي هي 2x ناقص وينها؟ ناقص 8 يساوي 0. بدك تحل المعادله بشكل طبيعي. اول شيء بدنا نخلص من ليفيد عن اكس، زائد 8 زائد 8 بتصير 2x يساوي 8، بعدين بتصير نقسم على 2 بتصير اكس يساوي 4. طريقه سرد العناصر بس نفتح رمز المجموعه ونحط فيها الجواب اللي هو 4. هاي سرد العناصر. الطريقة الثانية اللي هي طريقة الصفة المميزة، هيها طريقة الصفة المميزة اللي هي شو بنحكي؟ نفتح قوس اكس بحيث ان بدون ما نحل المعادلة بنكتب المعادلة نفسها 2x ناقص 8 يساوي 0 وبنسكر القوس. دائما اذا كان في عندي معادله بنزلها نفسها. تمام؟ في حدا عنده سؤال؟ مش راح اقدر اشوف، بدي اشوف الكومنتات، حدا عنده سؤال؟ الو؟ بنسكر، تفضلي. في حدا عنده سؤال؟ خلص الوقت يا جماعه. الو؟ تفضلي او تفضلي. استاذ انت حكيت اسمي دانيا. اهلا يا دانيا. بس بسرعة لو سمحتي. بدي أسأل، أنا بدي أحل سؤال لأنه في بالبريك حدا سأل عن سؤال 24 فأنا حليته وحب أعطي الحل. سؤال 24 لازم يكون في مساواة عندنا صح؟ بالضبط، رائع 100%. طيب مين في كمان عنده سؤال؟ طيب يا جماعة الله يعطيكم العافية، خلص اللايف لليوم وإن شاء الله بكرة بشوفكم على الساعة 6. تعالوا وزي ما حكيت لا تكون بخيل، تجيب اصحابك معك، خلي الكل يستفيد. بدي بكره 1000 واحد على اللايف يتسكروا. يلا الله يعطيكم العافيه وموفقين ان شاء الله، وناموا بكير اليوم عشان بكره تصحوا ما تغلبوا اهاليكم.